يا غافر الذنوب، يا غافر الذنوب، يا غافر الذنوب، اغفر ذنوبنا. يا ساتر العيوب، يا ساتر العيوب، يا ساتر العيوب، استر عيوبنا. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخوتي الأعزاء، إن شاء الله تعالى موضوع نعاوة وحوية حفظ اللسان. عرب كينا إنا حفظنا أون إلى لنا إلا وح إلهي نو دوينا يمويانا وحكا لإنا عرب كينا كإلى لنا. ساد أكتهين أعضالاً يحبنها إلهي يقول نسيه والنعمة، وإلهي نقول نعمي حقا يقول ليهن ولقاد دوني وحوي إنا تكون قدته وحا إلهي الرالي قلنا سبحانه وتعالى وتكفوا قاتوا حبنها إيه أعضال هذا يجرك أغن إلهي كوغو نعمي وإنا دعوا استعمال وحونا إلهي الرالي كاهين سبحانه وتعالى أعضاد إلهي وكو نعمة إلهي نعمة يعني حبنها نوكسي حبنك أقول نفع قبضا أقول فائدة قبضا هداد كفائدة ست لنا عكال مركي لفيريانا أقول خطر سن وحبنك اللي اللسان كوا رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك إمام ترمذي أورنا يوحل لويدي أكثر ما يدخل الناس الجنة ضدك واحد جنة قال لي محا أقوبة رسولك إلهي مرقاس رسولك وحليه صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق ضدك واحد جنة كو قلان وحا أقوبة وحا وي عبسد إلهي هي طبيعة وناكسن وي وحاهدنا النبي قال لويديه صلى الله عليه وسلم ضدك وحا النار تقلنا يا وحا أقبضا أكثر ما يدخل الناس النار ضدك وحا النار تقلنا قلنا محا أقبضا وحليه رسولك صلى الله عليه وسلم الفم والفرج لبدا حبنات عربك يا فرجك معاصي يا دمبك لو كسبنا يا أبوبدا وحدك كان أرتقلي رسول الله عليه الصلاة والسلام مرك حبن كان لسانك اللي يراد وحبن خطرتي سو اي ادو وانتهي وانا اسكا الى لسو مركز اللدوني حديثك امام ترمذي با ورني امام البخاري ومسلم بوحي صحيح وذا كو ورني يعني رسولك صلى الله عليه وسلم وحليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نك إلهي إي يونك آخر الرميسا إي الرمين يو وحونا أكسنها كهد الله أما هيسك آمسو رسولك عليه الصلاة والسلام
كوائنات اسمي زانتوي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلهي إيه يونك آخرا ننك الرميسا قفك الرميسا فليقل خيرا وحو ناقصا هكو هدلو أو ليصمت أما هيسك أمس مركا وحاات كو هدليسا إن الميزان توي ما أجر بات كه ليسا أدوني آخره ما خير باك عاجا إيماني ما فائدة كو جرت حدود نباتم ويانا وح خيره كإيماني ما إيسا جري ناتك إلا لسوا كلام كاس ورسول كليه صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ابن آدم كمركو وابريستو واغا أبريو فإن الأعضاء كلها حبنها ابن آدم كوككو بن يها يوردن تكفر اللسان عرب كي دارني فيقولون وحيليه اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا حدي آتوسنا تعرب يهو وان توسنان نبي لي حدي آت قلو عتنا وان قلو عنينا يا إلهي كبق ونباته النوسو جيد حبنه كالو نبا ساورني أعضادي كالو نبا حيث الدنبي عربك أو كسبه حدي يعني قفك عذاب أو كم متهيست جركي سونا والعذاب يا نباتها نوسو جيد ملي دنبي أو كفر هذا بدن عربك كدعي لسانك كدعي مرك حبنه كالو نبا دارين أيه اتق الله فينا والإلهي كبر فإنما نحن بك أذان كوسقنا فإن استقمت هذا توسنات استقمنا وإن اعوججت هذا قلوعتنا اعوججنا حديث كما ترمذي باورنا يسونا كيس كورنا وهو الرسول كليه صلى الله عليه وسلم أسوى كور رمي خطرت اللسان كليه من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة يا إيبا لنقاضي ما بين اللحيه لبديس اللفقرات لبدن لفوت نحدو دو واحد كجر وعربك وما بين الرجليه لبديس اللغوت نحدو دو واحد كجر وفرجك إنو حفظنا يو إلالنا يا إيبا لنقاضي أضمن له الجنة وأنا قنا عن جنة أبا لنقاضي أبو نبي عليه عليه الصلاة والسلام قولك النبي قرنوه صادق المصدوق وهي نبي حداد لبدا حبنود حفديسو اود معاصيده كا الىليسو جنده الهي با بلانكا كو بلان قاد باي كو تاهي اي الهي الرسول كيسا بلانكود رنوي لسانكو خطر وهي ولا سفيان نينك ليرادو الثقفي صحابي ليرادو يا وحو لي قلت وحن يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به إلهي الرسول كيسي أو إيدر دارا أرن إي أمر أن قبصد أن كدق إيشك قال وحو يري قل ربي الله ثم استقم إيمانك هي توحيدك كل رواق ثم استقم توسنو استقامة كل ده دا عاد وحوقف للبدن استقامة استقامة ومحي وإنا توسناتو أو أمرت إلهي أد قدتو إلهي وحكار ريبين أدكار إيمانك قاضو مركز إيمانك قاضتو بعد جيت توسنو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ددك وناكسن داعد إلهي كتوسن استقامة لبلنقات كاسيليه. إن الذين قالوا ربنا الله كو إيمان كليمت إسلامي ثم استقاموا توسنادي داعد إلهي كددالي جدك وناكسن قاضي حمانتك كاللحدي، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت مركا لمن أيان أنت ولي نفتو كبحن ملائك باكسو دقيس والله بشارين أيان محال ليها ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ها عبسننا ها نمرقنا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كب بشاريستا إن أدهل إنسان جنة اللي إيدين بلن قادجرين markii sidaayaga lagu bishaareeyo oo yoomka aakhare ee cabsida badan ee dhibaatada badan ee murugta badan murugteedii laga koryeelo la yiraahdo wax khawf iyo cabsi dushiina ma ahane janna la idin ballan qaaday markii sidaa lagu bishaareeyo ee waxay ka murgayaan maleen ilmahoodii iyo wixii ay ka soo tageen oo eheladoodii adduunyada uga soo tageen ay ka tagayaan nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhir malaa'ikatu saasay ugu bishaareeyaan annaga weli idin oho ilmihiinni ehelkiina xataa wax dhib arki maayaan fil xayaati dunya iyo wa fil aakhira labaduba annaga weli idinka walakum fiiha jannada fiigeeda waxaad ku leedihiin maa tashtahi anfusuk wax alla waxay naftiinnu jeclaataan jannada ku leedihin adduunyada qofka mu'minka yacni waxaa lagu amray oo lagu yacni lagu imtixaamay wixii naftiisu jeceshahay shahawaadka inuu iska ilaaliyo uu ka fogaado laakiin aakharo wax alla waxay naftiisu ishtahayso uu sheeganaya maxaad u baahantaa le qalbigiisa wixii ku soo dhacabo xataa dadka khudamada ahoo yacnii khudamada jannada ka shaqaynayo malaa'igta ka shaqaynaysa iyo dadka khudamada ee jannada ka shaqeeya iyo qofka mu'minka qalbigiisa waa isku xiran yihiin markay wax qalbigiisa ku soo dhacaanba waa loo keenaya asagoon hadlin yaa loo keenaya ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وح الله وحد شيكتان بالله إنسينا نزولا مرتقاد وي يا أبا المرن ومن غفور رحيم إلهي حقي سكانت استقامة بحق فضي بذل مرك سيء يعني دت كاس وقدر من رسولك عليه الصلاة والسلام سفيان الثقفي وحو رسولك قدر دار مياه سحابي قاس قل ربي الله ثم استقم توحيدك قادؤه سلان نمد قادؤه ثم استقم توصنو قلت وحان ربر يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي مركو رسولك سيدا ايو دردار ما وحان ربر ما أخوف ما تخاف علي وحاد ايقع عبسان يسا محا اقو بدا دنبقى اد ايقع عبسان يسا اما دباطة اد ايقع عبسان يسا اني خطر اي كين يسا ادو ملاين يسا محا اقو بدا فأخذ باللسان نفسه نبي عرب كيسو قبتي فقال وحو ثم قال وحو يري هذا كان كاغب عرب كيسو نبي قبتي عليه الصلاة والسلام كاسو يري هذا كان كاغب كان اسك إلاد صحابك الجليل كل رسول كسيدا كله عليه الصلاة والسلام أكتهن أصحابته كل قوت إني ودا أهل الجنة هنا وكل قوت ناجيهين أي ودا حدنا رسولك عليه السلام وحليه كان أن كعب بقيا كان إسك إلال عرب كإسك إلال حديث كإمام الترمذي باورني مسلم البخاري بصحيح هذا وحكوا ورني معاذ بن جبل صحابي قال لي النبي قدر دار على ألا أدلك على أبواب الخير الخير كالبابي زي ما كون شيء بلا يا رسول الله إيش يا رسولك إلهي صنك ورسولك أقوى الرمي جهادك أقوى الرمي خيراتك ورنبه أقوى الرمي مركز النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك بملاك ذلك كله خير كأصرنا يا أبواب خير كورنا واحد كجاريس وكهرنا يسمى كوشا قلت بلا يا رسول الله فأخذ باللسان نفسي نبي عرب كيسو قبت ثم قال وحير كف عليك هذا متكن اسكرر
كان إسكا قبو قلت وحان إربل يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم ونبي إلهي وحال وحان كهد لينو دن من لو قبنيا وحان إسكا هد لينو من لو قبنيا. فقال وحي رسولك عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك ويدا حق بلنت يا معاد ثكلتك أمك وهو يدا حق بلنت حق ويده وهل يكب الناس على أفواههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم ويدا حق بلنت dadkan miyaa loogu tuuraa naarta waji waji ama af gambooti miyaa loogu ridaa illa hasaa'idu alsinatihim arabkoodu wuxuu koobay soomaa waxa dadka naarta geynay waxa dadka naarta ku riday soo wax arabkoodu koobay ma waa lisaanka kufa calayka hada bu rasuulku leeyahay calayhi salaatu bal adigu dib u noqo dib isugu noqo oo acmaashan iyo dunuubta la samaynayo waxa ugu badan waxa laga samaynayo waa carabka lisaanka 24 saac inta uu qofku hurdo mooyaane inta kaloo dhan sidaa unba u hadlayaa waxa uu sheegaya waa maxay waxa waa wax lagugu xisaabinayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm walaa taqfu walaa taqul ha oranin oo ha ku hadlin maa laysa laka bihi cilm waxaad cilmi u lahayn ooda aqoon u lahayn oo xaqiiqadiisa aad ahaynin ha ku hadlin waxaasi waxaasaa jira ina samca maqalka walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula waa la isweydiinaya kulli dhagahaaga waxaad ku maqashay waxaasi waxaasaan maqlay waxaasi waxaasaan arkay waxaad qalbigaaga ku hayso kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uulan baa ilaahay leeyahay dhammaan waa laisweydiinaya acmaasha maqalkaaga iyo samcigaaga iyo waxaad doonayso qalbigaaga ku qabanayso dhan baa lagu weydiin baa lagu su'aalaya qiyaamaha waxaa lagu hadlaya maanta ma waxaad cilmigiisa og tahayba maya waa madiyatu lkadib baa la wada isticmaalaya bi'sa madiyatu rajul yani bi'sa madiyatu rajul wa nabigu la yazacamu xadiidka abu daawuud sunan abu daawuud ku soo aray qofka gaadiidkiisa waxa ugu baas badan inuu yidhaha waxaa la sheegay zacamu waxaa la isticmaalaya o dhan soo waxaas maa waa madiyatu lkadib بئس مضية الكذب زعموا وحال الشيغي إلهي آيات كانوا كلها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ مهد لقفك من قول كمهد له إلا لديه أكتس وحاء هذا رقيب عتيد لبدن قرب حكسارا رقيب يا عتيد wixii ka soo baxay oo dhan baa la qorayaa waa la qorayaa dee waa lagugu xisaabinayaa qiyaamahana waa lagu soo hordhigayaa iqra kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ma inkiraysaa adigu soomaada oranin baa lagu leeyay hadhow labadii malaa'ig waa kugu markhaati kacayaan qoraalna waa la sameeyey maalinkaad samaysay iyo saacaddaad samaysay iyo meeshaad ku samaysay iyo wixii oo dhan baa la qoray yaa meesha ku qoran ardadii baa hadlayso meeshaad ku samaysay dhulkii baa markhaati kacaya waxaasoo dhan markii ay ka soo inaad ka doodda laga yaabay xibnahaagii baa hadlaya markaad isku daydo inaad hadasho inaad erin kirto alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksimuun baa ilaahay xibnahaagii baa markhaati kacaya xibnihii markay martakhaato kacaan jirkii intiisa kalaaba yaabayo lisaankiibaa marka doodayo wuxuu leeyay lima shahidtum calayna war inkaaraha idinku dhacday maxaad noogu markhaati kacday haddii waa nagu markhaati kacday dhibaatadana wayna wada haysataa maxaad noogu markhaati kacday
maxay leeyihiin markaas? andaqana allaahu aladii andaqa kula shay, ilaahaygii wax walba ka hadashiiyey baa naga hadashiyey, ma nagaas celin karo, awooddannada maaha, waan ku qasbannahay inaan hadalno. marka xibnahaagii baa ka marqa, yaa markhaati kacay. wuxuu rasuulku leeyahay sal allahu calayhi wasalam, laa tukhiru lkalaama bigayri dikri illaah faina kahrata alkalaami bigayri dikri illaahi qaswatu lilqalb wa ina abcada annaasi min allaahi alqalbu alqaasi. laa tukhiru lkalaama bigayri dikri illaah, ilaahay dikrigiisa waxaan ahaynaa ku badinina kalaamka. faina kahrata alkalaami bigayri dikri illaah, hadalka farada badan oon ilaahay dikrigiisa iyo xuska ilaahayna aan ahayn, qaswatu lilqalbi, qalbigoo angejinaya. xal dembiga aad samaynayso qalbigaagu angejinaya. sababtu angejinayna waxa weeye, dembiga markaad samayso qalbiga waxaa ku dhacayso nuqdatun sawdaa, dhibic madow baa qalbiga fuulayso. dembi kale markaad gasho wuu fuulaysa, qalbiga dhan baa madoobaanaya markay dunuubti badato. kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun baa ilaahay, qalbigoodii baa daboolmay oo raam baa fuulay. wixii ay kasbanayeen oo dunuubta ahaydba qalbigoodii dhammaabaad. marka qalbigaas wuxuu ku nuuri karaa towbada iyo cibaadada iyo inaad dunuubti ka soo noqoto, ka towbad keento, cibaadada iyo khayrka aad badiso, yuu qalbigaagu ku iftiimayaa. laakiin dunuubtaadu hadday badato, daacadaadu yaraato, qalbiga dhan waa daboolmaya. faina kahrata alkalaami bigayri dikri illaahi qaswatu lilqalb, hadalka farada badan oon dikriga ilaahayna ahayn oo wax khayr aan ahayn, qalbiga ayuu angejinayaa. wa ina abcada annaas, dadka midka ugu fog min allaah alqalbu lqaasi, de ilaahay dhowaanshihiisu qurbiga ilaahay waa maxay? waa ridaah, inaad ridihiisa hesho wey, ilaahay uu raalli kaa noqdo wey. ilaahay baad ka fogaatay haddii lagu yidhahdana waa carada ilaahay soo maa, de qofkii ilaahay ka fogaaday waa qof ilaahay u caraysan yahay. qofka ugu fog, ilaahay ugu fog waa qalbiga angegan wey, qalbiga angegan oon wax khayraba lahayn oo wax khayroo gelaya aan jirin oo dhagaxa ah, qalbigaas wey, alqalbu alqaasi. xadiidka imaamu tirmidi baa sunankiisa ku warinaya, wuxuu rasuulku leeyahay sal allahu calayhi wasalam xadiidkan kale, kullu kalaami ibni aadam calayhi laa lahu ilaa amrun bimacruuf aw nahyun can munkarin aw dikru llah. kullu kalaami ibni aadam, ibni aadamka hadalkiisao dhan calayhi, dushiisa uun calayhi macnihiisa waxaa weeye waa dembi buu ku yahay, waa dhibaato buu ku yahay hadalka ibni aadamka oo dhan. ilaa amrun bimacruufin, wanaagga ood aad amarta mooyaane, aw nahyun can munkarin, xumaan inaad reebta mooyaane, aw dikrullaahi, ilaahay dikrigiisa mooyaane. wax aad khayrka ka helaysa waa kuwaa un, wanaaggaad dadkii u sheegtay, xumaantii baad ka reebtay, dikriga ilaahay baad ku hadashay, bas kaas ajir baad ka helaysa. laakiin waxa hadalka kaloo dhan calayh, dembi unbaa lagaaga qorayaa. xadiidka imaamu tirmidi baa warinaya, waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaan ismiisaanno, inaan ismiisaanno. waxaan aan samaynayno oo dhan, aan ku hadlayno habeen iyo maalin, waa nala weydiinayaa, waa inaan isxisaabno wey. nafteenna inaan ku mashquulno wey, waa inaanna shaqo ka dhiganin, inaan un lisaankeenna wax aan adduun iyo aakhara midna nagu anfacaynin. maanta oo dhan inaan carabkeenna un ku sheegno. aafaatu lisaan waa inaan iska ilaalino. carabku aafaad buu leeyahay, dhibaatooyin fara badan buu leeyahay.
معاذ بن جبل بن رسولك عليه الصلاة والسلام وحو كل يهود دارميا إنك لن تزال صالما ما سكت. معاذو انت آمسنت هي والنبت قليسة إن النبت قليسة البريتة هي كالزول ما يزيد انت آمسنت. فإذا تكلمت مركع هذا الشر كتب لك أو عليك أما وخيرها لقوق رياك وأنفع عيو أما الدم ببال لقوق رياك ووحي أتكو هذا الشيء مبالا فيرنا هذا واحد في عنكو هذا الشيء هو خير هذا واحد عنكو هذا الشيء هو لقوق رياك. عقبة بن عامر صحابي قال لي راد رضي الله عنه يا رسول كوي مت مركاسا وحان يربر قلت يا رسول الله من نجات محل قلنا بدقلي كرا حان كبت بادي كرا قيامه. قال وحي النبي أمسك عليك لسانك عرب كاغ قبو وليسعك بيتك قرقاك وهكو واسع نقضه وأبكي على خضيئتك دنبقاك نؤوي عرب كاغ قبو اسكحف دي وناق مؤقي حمان تكرر قرقاك وهكو واسع نقضه دنبقي كاد عين كتوبت كينو اؤوي مركستو دنبقاك اللؤي. حديثك إمام الطبراني يا سنن كيس كوريني آفاتك اللسانك أو فرض بدن ولا ليا وإنا نسك إلى لنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قفك مسلم كوناجي سوحا كم إذا إنه ما لا يعني نسك إلى لنا وحا حنو هبيني دارو دلدلي نسك إلى لنا. وحكى الرسول كله عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه ضدك قفك أودا بقبضنا وامدك أو هذا الكبضنا وحن فائدة لها ما تركوا هذا كاسا ضدك أودا بقبضنا ما لا يعنيك وإن أنسك إلى لنا آفاتك اللسانك أوليه وحا الخير الدنيا من آخرة مدنا هذا كهلين وإن العرب كاكا إلى لسه. ورسولك ليه صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله طوبى جن لمن قف بأسغنا أمسك الفضل من لسانه عرب كيس كربي وح فضول فضول الكلام وح أنفائد الرحيم دن الدنيا أذكو قارين أو أنفعس خير إيه أجرنا أن كوه لنا وحال إلى فضول الكلام مربع هذو فضول يهيس كبرنا وأنفق الفضل من ماله مال كيسنا وبحنا يا وحي كفاية دي سحوقا كف وحي كديرادة وبحنا يا قف كاسا جنة أسقناته ورسولك الله عليه الصلاة والسلام. كلام كان أما اللسان كآفات كيسا وحاكم إذا هذا الآد أفر سنين أو إسكار رهيش يعني هذا الإسكار فضوط وآد كو كفتم إيسو أما آد سي سهل أور رهيش يا إباتو وين كوسو جيد كر هدو وناقي هين وحلقي أبا وحيار وآد أملين إناد خير كهل إيسا إناد وحوين كوهش. ورسولك الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. قفكو هدليا كلموكو هدليا وإله الرالكية وسأم لينين إن أنت قارس بأجر كاس إلى ذا مركاس وحكوك إلهي وحقريا رده سوقريا إلى يوم القيامة رضاها إلهي بولوك يهليا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة قفك وحكوها ليا كلمة من سخط الله إله عرديسا ما يظن أن تبلغ ما بلغت دم بجد إنه أنت لقي أم ملينا وسكفوا ذي سنة بس إذا أبدنا هذا الآن لا في رسالة أما سكفوا ذي كفتني دعاية ذي إن ذاتك لقى قصلي لي أود عاية يا سكبدنا. فيكتب الله عليه بها سخط وعر إله عرديس وقرية إلى يوم القيامة إلى قيامة عرض إله وأصعد كلمة داسة أسو جيبتها وسكفض داي سنين. إمام أحمد بحديث كسونا كيسا كورنا إمام الترمذي نورنا يا
آفاتك اللسان كليه وحاكم ذا المراء والجدل والخصومة قفك مركز تدود بلن هذا الكبلن مركز تإنو ضدك للدود ونجعله وحكودة بقديو إلهي وحولي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ضدك وحاكم ذا قف مركز أركت هذا الكيسو عجب قلنا يقول في هذا الكيسو هذا ليه يسيد وحسوك توسين أي أدنيا ويشهد الله على ما في قلبه قلبك سنة إنه وحونا كجر إله مرخاتك لنا يا وهو ألد الخصام ومدود بدن من حدك بإله لي وإذا تولى مركو جيست سعى في الأرض ليفسد فيها مركو جيستنا فساد أمو كشقين يا دول أدتك فتنة إيه وحسك درك إيه لبعطة مركز تبا كشقين يا دول كإنه فسادي وكشقين يا ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فساد كإله رالك ما رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم رقم متك لو عرب بني هاي إلهي حقي سلو نعبي هاي ومتك مدح أدقي ضوضة بضا قفك أنا وحبل لقد أدعين كنوي ضوضة بضا أن قرابين وحكس عدي الله شاو إمام بخاري بحديث كورنين ورسولك عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا وحن أبلن قاديا أنا زعيم وحن كفيل كأهي أبلن قاديا ببيت في ربض الجنة بيت قري قرح بدن وجنة نحن يدكو يالي لمن ترك المراء نينك دودة إساقتك وإن كان محقا حق بها كود دودة نينك دودة إساق إلالي أنا قري جنة نحن يدكو يالي أبلن قادي برسولك عليه الصلاة ضاد ما في عنه مرنكو ما في عنه مركز تينا نين مجادلة بدن تهاي ما في عنه حتى حقه دودي سا حتى مرنكو ما في عنه ضاد فرد بدن ما في عنه أبو داود بحديث كسونا كيسا كورني لسان كآفات كيسا وحاكم دا يا وحيالها قفك هلاقي الفحش والصب واللعن وبداء اللسان قفك إنه عيب بدنيا إنه لعند بدنيا ضدك لعند دايا هذا الكحون كما في رسالي بداء اللسان وعرب حوية وحي عرب كيسا كسو دعابه وسكا شيغي عرب كحون إنادك إلى لسان الدنيا وحو الرسول كله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدي قفك مؤمن كام ماها إيمان كصفات كيسو ماها بالطعان متك دتك الدروة قفك عبوك شيغي يا واساس كان واساس بولي قفك سهو الدرية صفة إيمان كما هي نادتك درتون ولا اللعان متك اللعنة بدن ما هدتك اللعنة دي ولا الفاحش ولا البذي متك فاحش كو هذا الكحن ما هذا الحنم بكو هذا لي دتك وحا أبشر بدن بالي نينك دتك كتنا ورسنا يان اتقاء فحشي وانك هنقول هذا لي بلاي وكو هذا يان وعفي عن ما هديبا لتابتو وحي أفكيسا كسو قبتبو وكو هذا يان وحس إيمان ما هو إن أعرف كذا كإلى لسوي وحيالا عنهم كاو وحوى ناقصن كو هذا عود لسانك على الخير أعرف كذا خير كأو عادي وحوى ناقصن كو هذا حديث كمسلم يبق إمام أحمد باسون كيس كو ورني وهو رسول كله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قفك مسلم كعيدي سوى فاسق نمو دقال كيسة يدل كيسة وما قال لهم قف مسلم هذا اسكا عيدة ودو حكا شاكتو فاسق بعد نغونيسا فاسق يعني وحقات قشبه ملي قف هدو فاسق هدو نغضو وقف إلهي إذا عادي سكبحي ودو وحبا أن لقى قبنيني ويا فاسق خارج عن داعة الله مركا فاسق بعد كن نغونيسا تتكا عيدة ودو قف مسلم كأهض عيدة مركز هدو حكا شاكيسا فاسق بعد كن نغونيسا وفسق وي وقتاله كفر تقال كيسونه وما قال لهم حديث البخاري ومسلم باورني ورسول الله عليه الصلاه والسلام لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر الا ارتدد عليه ان لم يكن صاحبه كذلك قف قف كما قال مسلم بالفسق او بالكفر قف قالوا لي فاسق بات أما يا فاسق مكوير أما قال لي مكوير قال باته
يا كافر إلا ارتدت عليه أصدقائي كسو الله من نساء مدك هذا الكائر بكسو الله من نساء إن لم يكن صاحبه كذلك قفكو هدون قام هين أمو صفاسق هين وقفكو ناكسنو إياه هذا الكأسو بكسو نغن سو كسو نغن حديث كما بخاري باورني وخطر مرك قف وحونا هين هتكشيكيس إلهي وحولي سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات رجع مؤمنين يدمر كمؤمنات كقبلها مؤمنات كقوة نبي بغير ما اكتسبوا وح أين كسبنين ودم بيه كرك كساري حمام بيكو شيء قال ويليه كان هبل ويليه وح والبكر كساري بغير ما اكتسبوا وح أين كسبنين بيكو ثريا فقد احتملوا بهتانا كوا وحيحهم بارين بهتان بين أبو رشا بهتان وحلنا أنجيكسار أنجيكسار معنى هذا هو وحد بركة هاي كرك لقى صاره اللي هو النبي والنبي فقد احتملوا وحي حمبارين بهتان نبيو يا أنجيكسار يا وإثما دم عظيما وين وحو بركة هاي دوشة كسارته حمام بو قفكي كشيغي وحوال بو أفكي سو قبتو قفكو كشيغي أساقي كسو الله من إسابة عيلي كلمة دان كفرقا وح سهلا ما قال لمن فسقي قو وح سهلا ما قفكا مركات كتورتو قفكي بي آدي إسابة لي حدو قفكا أساقي أساهين سمد حقيا دي آدي البابها سمد ونبا لغا سوحرية حدنا حقا نوكي آدي البابها لغا سوحرية قفكي أي كتمد بيك الله من إسابة كلمة دي. أسأل الدين تكاكب حي أسأل فاسق كل نغني لسانك آفات كيسا وحاكم ذا مركز طبع إنا دسك إلا لسلوبة هي السخرية والاستهزاء هي وتنابز بالألقاء جاس جاس إنا جاتك كو جاس جاس هي إنا داتك أفان تسخرية ذا فان التنابز بالألقاب نانا يستحنطا يا مقعيها حن حن نادتك ويير تمركز قف لك مقع ابو بحني دد وحاب جرب ايو عيب بدنو قف كل اركب ايو مقع ابو بحني يبل وعسى ليرا يبل وعسى لي مقع حن بو شيغي قف كل سغا بنا نست بخيا يا مقع حن قال كفارته سغا بعيد ولا تنابزوا بالألقاب سو الله مر اسغا بحني يبا وحي وحرام ويحرس إلهي وحوليها سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وردتك مؤمنين تو إيمانك لهم لا يسخر قوم من قوم قوم يس قوم كلكو جيس عسى أن يكونوا خيرا منهم كون جيس جيس وحلق يابا كو أي كو جيس يام بإنك خير بذل كو كو جيس يام بابا خير بذل قف كا خير بذل بلق يابا إنك كو جيس إلهي أكدي سبك آقا خير بذل خير بدن دو سيدا اديغا اسو ملينيس ما واخ لو خير بدن واما وا تقودا اي عباداده سوما ان اكرمكم عند الله اتقاكم تقفكو انو بكا تقيسن يحيى وكا دع عبد كا وناك الله اكتس كاغا وناكسن يحيى اديغنا وا كو جيجيسيس وا اسلم اسو ملينيس انا كفي عنك ولا نساء من نساء هوين يس هوين كلا كو جيجيس عسى ان يكن خيرا منهن كو لو جيجيس اي قبلها لو جيجيس اي ان خير بدين باب لا يابا كوان كلي هذا الكبدين عرب كدير إسفانين هي بلاية ذا وابلغ خير مني ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب نفتينا هلاقينا هعيبيننا ولا تنابزوا بالألقاب نانا يستحن يا يسو ييرنا قفك وفي عن متغال dadku inay ku jeclaadaan hada doonayso waxa la rabaa bi ahab al asma magaca ugu fiican ee ugu yeerta dadka adigu waa jacayl magaca fiican ugu yeere magaca wanaagsan in ugu yeer adigu waa jacayl dadka magaca fiican ugu yeer laakiin aanay istaa ugu yeerin dadka aanay istaa wax fiican ma hal mar umbay banaanaan kartaa aanay istaa qofka hadaan ba la garanayna إن أنا استلوش هجموجي ما بلقرنايا
marka kaliya lagu ogalay wad ku tacriifinaysa hadii hebel hadaa tira hebel hebel hadaa tira maanta leedahay lama garanayo magaci kale laakiin hadaa sheegta waa la garan soomaa nin walbuu yaqaana markaas waa lagu ogalay waa ku sheegiddaa basaa lagugu ogalay laakiin mar kastaba inaad naanaysta aad ka dhigto ma ah bi'sa alismu alfusuq baa ilaahay bi'sa alismu alfusuq magac waxaa baasle lagu faasiqoobaya bacda aliimaan faasiq baad ku noqonaysaa magaca xunxun haddaa dadka ugu yeerto ومن لم يتب قفك أن توبتك كو أن دنوبتها كسو النقن فأولئك هم الظالمون بإلهي والظالمين رسولك نوح إليه صلى الله عليه وسلم حديثك إمام مسلم صحيح زكورني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قفك مسلم كأو حاب الدم بأبوفلا ولالكيس مسلم كأنو حقره انت أباك أبوفلا كاسمحوية يا ذات راض انت أساب الدم بأبوفلا qofku waa qof kula mid ah maxaad u kala maxaad u xaqiraysaa dhammaantiin aadam baa idinalay buu rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam wa aadamu min turaab aadamna carradaa laga abuuray laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa dhammaantiin aadam awlaaddiisi baa tihiin aadamna dhulkaa laga abuuray carradaa laga abuuray turaabka midka carabta cad kama fadli badnaan karo midka cajamiga ehe madow afrikaanka ilaa bitaqwa cabsida ilaahay mooyaane cabsida ilaahay baa lagu kala fadli badnaan karaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka in kugu karaamo badan ilaahay agtiisa waa yacni waa ka in kugu taqisan wey taqwada wey xasab kale ma jiro nasab kale ma jiro sharaf kale ma jirto sharaftu iyo nasabku waa taqwada wey faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun baa ilaahay markii suurka la afuufo qiyaamuhu dhaco falaa ansaaba baynahum nasab ma jirto yaa ree hebela ma jirta markaas war aan israacna bal isku dhinac marna aawa ree hebel ma jirta meeshaas falaa ansaaba baynahum nasab ma jiro walaa yatasaa'aluun ismana weydiinayaanbu waxaa la isweydiinaya waa maxay فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ننك عمل كيس ملكي لم يزام حسن ديس يوانا قيسو أي عصلاته فأولئك هم المفلحون ومن خفض موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كوا ميزان كوا نسقامين وكوا عن أملين يعني مقعا إيا وحن لشيق إيا قبيلك إيا وحن إيا لأرديان أملين ملقين نفطه دي بي خساريا في جهنم خالدون بإله نارت جهنم يكواري وحن ملكو جين إنها كل جئن إن أدوح كل قرية سنة هي سما لين حمام متيت وح أدوح كتاي وإيمان كي يعمل كصالح أول تاس وإن أدعي اعتقاد سوى لسانك آفات كي سوى حكم ذا waa inaad ka fogaado oo iska ilaalisa la doonayo mar kasto alkadib beenta wa huwa jimaacu kulli shar wa aslu kulli dambin xumaanoo dhan iyo sharoo dhan beentaa keenaysa wey qofku mar hadduu beenaali yahay wax sharoo ka maqanba ma leh sharoo dhan baa isugu imaanaysa إلهي وحليه سبحانه وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنما يفتر الكذب بنت وح أبورته إسكلي ماذا جيب كوضا كلا إيماني الذين لا يؤمنون بآيات الله كو أن إيمان كلاهين آيات كلاهين رمين وأولئك هم الكاذبون وبين الله يلبى إلهي ركواس وكو بنت بدل إلهي وحول لي سبحانه وتعالى سوى بين تعاي رنت ونا جيدنا نوشي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ردتك مؤمنين تو إيمانك له اتقوا الله إلهي كبغى وكونوا مع الصادقين ردتك رنت شيغي يا معوض النقل رنت كود دال وبين تسك إلال وحو رسول كله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق والرنت كود دال رنت كود دال فإن الصدق يهدي إلى البر رنت وحكوها نونينيا دا رنت كد داشا رنت وحي كقارسيني سا برغا وناق إيا طاعة إيا خير كي كقارسيني
وإن البر يهدي إلى الجنة بر إيا خير كهدا كدد عشان الجنة تقارس. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا قفك رنتو كدد عليا رنبو شيغيا إلى إله أكتس الله قد صديق رنبضن دبيع أيون قن ساب رنت. وإياكم والكذبة أدنك إيا وحنوك لدقى يا بيان بو النبي عليه الصلاة والسلام بيان تسك إلى علي فإن الكذب يهدي إلى الفجور بيان تو وحي كقارسين إسا كوها نون إسا فاجر نمو فجور إلهي دا عادي سادو قبح إسا فاجر بقفك كون غني يقفك بيان الله. وإن الفجور يهدي إلى النار قفكو هدو فاجر نغضو فجور إلهي دا عادي سكفو نار تأمبو أسعلا دي نار تقليا. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا قفكو بين بو شيغيا هدنا بين بو شيغيا بين تيبو وضيا حتى يكتب عند الله كذابا إلهي أكدي سبين على الله قرر حديث بخاري مسلم باورني صحيح وذكوري أبينك رسولك الله ديلمي عليه الصلاة والسلام حديث كما بخاري وورني حياله عجائبته الله كل ما حكم ذهب وحو أركان سيدا لو سيحي متك لا كرتاج بر سيدا أسوق الله عنه أفبض مكركي سيلا تاغي لن عنه كجلين يا مركز هالك قداد كجيني أفكو هالك أنتو كجلي هالك جيني سنك هدنا كجلين يا ماشى سو جيني إيشو كجلين يا مركز هدنا هالك جيني صدق هذا مركو جاحو يودنا عكلا أور يجي سيدي بويا ليا صدق هذا لن عكلا أنتو كم مغنا لن عوسو بكسون يا هذا سيدي بكسون غني هذا هو كل أمان يا سيدي بويا ليا مركو لن عن سمايا ودن عكلا نقنا لن عن أنتو كم مغنا لن عكلا نقنا وركن محوها جبريلو سان ليا لي ولكن يجب ان يكون هناك شيء 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 تبين هذا هو بالصيف عفني سيدا هو باللوجي حيا قف بنت وحنوي ورسولك عليه الصلاة والسلام كتل ما مئنيت علامة النفاق آية المنافق ثلاثة منافق علامة اللقو قرط رسولك عليه الصلاة والسلام ليه صدحوي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاسم فجر وفي الرواية أربعة علامة منافق وأفر وإذا أتوا من خانة منافق علامات كان لغقرة وأفر حدو كوشا كان يبين بكوشا هذه نقف بها أميزنت إن هو رم كوشا يأت ملانيسا ما أنت روات كور بوريسا وحا أكوشا حيب وابين جيب كيزا ما أنت إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف هدو وحبان سمين يا يرادة وحبان بحين يا هدو يرادة وكبحيا وإذا أتمن خانة هدي لا آمنة وحلو ديبتنا وخيانة وإذا خاسم فجر هدي قف إسقبتان نمركو دوذي إلهي مكفقاني وحقو صلاحين يوحو سقفك كالردهن بينو نمبسو كيني فجور بسمين وإذا خاسم فجر وحا كمد آفاتك اللسانك عربك آفاديس وحا كمد المزاح كفتن كفرد بدا كفتن كفرد بدا دنبي بكور دين رسولك عليه الصلاة والسلام وكفتم الجري ولكن ولا ينطق إلا حق إلا صدقا رون مونا بكو كفتم الجري لو مركو كفتمي رون بكو كفتمي جي هذا كفتمي سوح ونعكسين إن أكو كفتم تال رمامي وان كفتم كو ماها إن أنو بنت كو بنيني قف كو حر ربو شيغي قف كيبو عاية حدو بحادي عاية سهدين قف كو كحو ماذو حلوان كولا كفتمي محاو حناقس ده كفتم كاللقو شيغي مكتو عاية فرسمي نيه
وعي أن كحناقم بالقولي وحكستنا والقرنية سبحان وحكستوا حمانا لقوش جاية مرة كحناق قرتي وحلولي وقفت ما يندي لأن كان كفتم ما يقان لو هذا ودك ما جوزه جزني توا خلط رسولك عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا وكفت مجر لكن وحن رونا يقوم كفت مجر يا ذا العينين ومتك الله وضعين لو صاحب قو يا ذا الأذنين إسلام بأوتم النبي عليه الصلاة والسلام ننك هذا بي كورنا تو ننك يساس هايا كاسور الذي في عينيه البياض كي لم يسا إنو عدين كالهايا سوما كاسي ترمايا ننك وحي أم ليس إنو بإندها لا يوهي العدي هاي وصفائنا أم لينين وكاسي ترمايا ويسو الله بطيو markaas ninkeedu ku soo waxay tahay wax aad ku ogeyn boo ninkaagu qabasho waliga ma baad aragay ninkii bay dhowrisa u dhaqaad kaas ma xadhaa ma xasa ay ku dhowrisa ta rasuulku saasoo ku yiraahday alladhi fi aynihi albayad macdin baad indhaha ku leedahay tusbal indhaha indhaha waad balaadahay miya ma ku ogeyn ma yahay wuxuu rasuulku kaftamayaa wax cadinka uu sheegay isu soo meel madow iyo meel cad male cadinka uu sheegay waa cadinkan caadiga ah isku yaalo maamada waayeelaha nabiga u timid oo kaas rasuulka ilaahay ii duceeyay in ilaahay jannada ay geliyo rasuulku wuxuu yiri ajuusa janna ma gasho way naxday bay islaantay markuu arkay inay argagaxsan tahay oo rasuulku wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ayada inay marba hadday waayeel noqoto inay jannada gelin bay u qaadatay sidaa maaha adigoo da'da la eego intaada la eego sida u duqa janna ma gelaysid way macna soomaali maqal ilaahay inuu leeyahay inna anshanahunna insaan fajacalnahunna abkaara gabdhaha ehelu jannaadka أبور دمانو عبلينا وان أبورينا فجعلناه أبكارا هو ير يره بكار أو لانك دعينا لو جناها كل جود وصدنا يصدح جر بركة عسى إسلام تكبر بدي كدكت بركة هروي نحذي بوحي أم ليس ويل إني مجنة قال إني بأم ليس هو بركة رسولك عليه السلام كفتم يجر لكن ولا يقول إلا حقا حق وحنا ينقوم كفتم يجر كفتن كاو إنه حق نغدا للدنيا وحن إن أتكو كفتن تما هو وحا كم ذا آفاتك لسانك إن أتكا إلى لسل دون الغيبة حنت وهي خصلة ذميمة وخصلة أبوحن وي مركو رسولك تلمام عليه الصلاة والسلام وحير ذكرك أخاك بما يكره حنت محل إلى ذلك walaalka inaad ku sheegto wuxuu raali ka ahayn wuxuu sa raali ka inaad walaalka ku sheegto ama ha ku maqlayo ama hatta wax aad sheegaysaa haba ku sugnaado haduu leeyahay hatta sifo uu leeyahay haddaad ku sheegayso maana anuu xamanayo waa warrintay buu leeyahay qof wuu ba yahay sidaas maana xamanay ama wuxuu ku leeyahay hortiisaan kaa dhahayaa maana xamanay may haduun marba raali ka ahayn waa xan maradaada xun waa xan gaarigaaga xun waa xan hadduu sa raalli ka ahayn dameerkaaga xun waa xan lama ogolo wax alla wuxuuse qofku raalli ka ahayn xan wey dikruka akhaaka bimaa yakrah xaaraam weeye xantu waa liqowlihi tacaala walaa yaqtab bacdukum bacdan an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh baa ilaahay ولا يغتب بعضكم بعضا بركين بركك لا يسحمنن هاي سحمننا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا احد ادنك اذا كم من مجعليه ولا الكيه الكيس اسو ميدا انو عمر قف بن ادن هلب كيس معون كرتا اسو نول بعد او دوان كرا اسو ميدا مخد مله فكرهتموه با الهي واد نعيسان قف ميدا هلب كيس معون كرت ادو هلب كيس عون يا الله ميتا وعون صادق قف حنت وحن وي ولا قف ما انت ودن هدو داقي ددك هيلب كود داقي هذا ما ددك عيبهود ام بو شيغيا ما انت ددك ام بو كمقي امام الشافعي وحو يري لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن لسانك عربك لا تذكر به عورة امرئ قف مسلم عورتي ساكو شيغي حمانتي ساكو شيغي فكلك عورات اديك دمانتا عيب سوتات اديك هدي لو لابتا كل عيب با كبر وللناس السن دد كن عرب ليهن حدا دد ك عيب هود دين ويد ادونا عيبتا ما بنا كلا سو دين حقيقه وي لكن ادو هدا دد ك وخبا كشيغن عندنا اديك وخا كشيغن مش
احفظ لسانك أيها الإنسان لا يدلغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان تهاب لقاءه شجعان. احفظ لسانك عربك حفظ أيها الإنسان لا يدلغنك يوسك قنين عربك يوسك قنين فإنه ثعبان مسوي عربك مسوي يوسك قنين هلقوا عربك اسكيلال. كم في المقابر من قتيل لسانه انت ابو قبر كجيران ان عربك سأيدا يقول انت عربك هذي لك عرع بلايو كان تهاب لقاءه شجعان نين مركي ليسكي لسكي ماذا شرك لفريستا ام الله وضحض لي نين لقاء عبسان جيري انت ابو عربك سأيدا يقول انت تتك لسان كودو خطرت يهودن عربك دا سأيدا لسان كاغا اسكي لالي. لغمان حكيم يلقيز وحكوية احفظ لسانك في مجالس الناس عربك هذا حفظ مركادتك اللي جوكت من اسكا حد لون هنقون وحول بدتك هو قهر مرن تتك وحول بها يعني لسانك هذا حفظ وانا قمو يعني وحك العربك هذا كحفظ احفظ لسانك أن تقول فتبتلى بيقول شاعرك هكذا احفظ لسانك عربك هذا كحفظ أن تقول إنا تراده هذا اللي انت تقول شوف تبتلى لقوق انتحام إن البلاء موكل بالمنطق بلا يد وحلو وكاشي هذا لك هذا الآتري بلقي أبا إنه بلا يسا وقوق نقط عربك هذا كحفظ وهو رسول كله عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه ضدك عربك إيمانك كقاتي أفك أمبي كرمي توحيدك أمبي أفك كشيك ولم يدخل الإيمان في قلبه قلبك إيسا إيمانك ما قلبه كو أون قلبك وذي إيمانك قلبه لا تقتابوا المسلمين مسلمين تحمننا ولا تتبعوا عوراته مسلمين تعورضوا ذا الرعراعين حمانتون الرعراعين فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ننكي قفك مسلم كولاش يسع ولا كيس عيبتي سر الراديو إلهي با عيبتي سر الراعي حتى يفضحه في بيتي قرقي سدحدي سا إلهي كعبيني حمانت دتك الرادين حمانت هذا كو مشغول لسانك وحاكم إذا آفات كيسا إناتك إلى لسان الدنيا مركز تعالسك دورته النميمة تتك إناتك در در تول وهي نقل كلام يعني نقل الكلام بين الناس على وجه على جهة الإفساد تتك إنا هذا الكوكا القادة ويهذا أسكو در أي أصفة حنوي وريد بن مقيرة إلهي ملكو تلمامي محوري هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم هماز مشاء بنميم متحمبضا اسكو دردر كان أسع شمبضا ندتك اسكو دردر كاس مرنا بها داعي ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير وهو رسول كليه صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العد هي النميمة الغالة بين الناس ألا أنبئكم ما يدين شيء ما العد هي النميمة عد هي قوامح النميمة اسكو دردر كوي الغالة بين الناس دتك كلفوغين دتك نحن وضع عرد نقس دتك اسكو فيعنا أو اسكو متك أها نحن وضع حكور ديسا عرد يا عقدة يا علاد محايا لفساد ذات البين دتك الله يسكت دره لحدو ده فتنة الله قسم انت بدنا لسانك كاين يا فتنة سوما هذا الك دتك لو كلا قاد قفك وحا لو شيغ قفك انا وحا لو شيغ فساد فان فساد فان فساد ذات البين هي الحالقة دتك لحدو ده فتنة الله قسم ان هي ويل كيسبا اسكت درت إني حاس كيسي بس قدرت
laba wada dhalataa isku dirtay, laba saaxiibaa isku dirtay, laba qabiil baa isku dirtay, laba famil baa isku dirtay. Fasaadu dhaati albayn hiya alxaaliqa. Waa mid xiiraysuu nabigu yidhi, waa xiiraysa. Laa aquulu taxliqu shacar walaakin taxliqu diin. Anigu dhihi maayo timay xiiraysaa, timo la xiira dhib ma leh, walaakin taxliqu diin, diintay xiiraysa. Qofka fidnada ka shaqeeyo dadka isku diro mar kasta fidna horeeyo diin la'aan wey, iimaan la'aan baa ku dhacaysa qofkaas. Wax iimaan oo uu leeyahay ma jiro. Qofku markuu namiima war kuu keeno oo qof kale war uu kaaga soo qaado, waxaa lagaa doonayaa hadalkiisa inaad rumayni marka koobaad, li'annahu faasiq weeye. Qofka dadka warka u kala qaada waa faasiq. Ina shara annaasi cinda allaahi yowma alqiyaamati dal wajhayn buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Dadka waxaa ugu shar badan qiyaamaha ilaahay agdiisa midka laba wajiilaha, ya'ti haa'ulaa'i biwajhin wa haa'ulaa'i biwajhin. Qolada nasiibuu kula socdaa, qolada nasiibuu kula socdaa. Adiga markuu kula socdo nin iskula kuriji saaxiib uu kaa dhigaya oo sheekaduu kaa guraya, waxay alla waxaad idin dhex maro dhan buu qaadayaa xaggu geyni. Kaasna saasoo kale unbuu la socda, waa dalwajayn. Aad buu dadka ugu badan yahay kaas. Marka koowaad markuu kuu sheego warka uu kuu soo qaado, horta marka koowaad ha rumaysani, li'annahu faasiq weeye, faasiqna warkiisa lama rumayso. Marka labaad ka reebo waxaa tidhahdaa niyo, wax hadalka aad ii sheegaysa iska dhaaf, ha ii keenin waxa mar dambe. Marka saddexaad ilaahay dartii u nac, ninkaas iskaba nac. Maxaa yeelay dadka hadduu xumaanta u kala qaadqaado nackaas, balaayuu ka shaqeeya, adigana war unbuu kaa qaadayaa. Marka afraad walaalkaaga maqan ee xumaanta lagaaga soo sheegay, adigu waxba aada ku ogeyn, ninkaan unbaa balaayo kaaga sheegi maad, waxba kumaad ogeyn. Marka hore saaxiibu kuu haa, sooma xumaan ha u malaynin ilaa aad isaga wax ku aragto hadalkiisii danni ha ugu qaadin, danni xun ha ugu qaadin. Waxaa yeelay ninka shalaa saaxiibka ahaydeen maanta wacol baa la tahay, war maxaa dhacay? Waan ku ogay waxaad samaynaysa, tuug aan laga tuugsanayn baa balaayo. War wax, war wax maxaa dhacay? Ninkana waaba iska lillaah, ilaa kana balaayo kugu sameeyey. Walaalkaaga maqan ee qaa'ibka ee awal caadiga kuu ahaa, xumaan ha u malayn. Midda shanaad, tajassus yuun kugu xumbaarin oo markii qofkii wax lagaaga sheego inaad hadda baarbaarto oodba ceebihiisa raadraadiso iyo kugu kallifin. Sifada lixaad waxaa weeye inaad uga raalli noqonin weye naftaada waxaad isaga ka nahaysa. Asaga waxaa tidhi soomaha, war waxaan dadka warka loo kala qaado ma fiicna, iska daa. Adigu marka iska ilaali, sifadaa waa sifo xune. Saasaa lagaa doonaya markii war lagu soo qaado. Waxaa la yidhi man nama minka nama ilayka, man nama ilayka nama minka. Ninkii adiga war kuu soo qaado, jaajuus kuu soo noqdo, adna warka wuu kaa qaadayaa. Adiga keligaa kuuma shaqeeya moogta, adu maada qoranay, lacag maa siisid. Soo ma bilaash buu warku ugu keenaa, soo ma bilaash buu war kaaga qaadaya adigan. Yaa ha u malayn inuu ixsaan kuu samaynay. Waxaa la yidhi ninkan dabeecaddiisaba iyo shaqadiisaba inuu warka qaado wey, warkuu raraaba. Asu wax kale intaasuu ka beecmushtiraa, shaydaankii baa soo rartay. Nin salafu saalixi ka mid a yaa nin u imaado, wuxuu yidhi hebel baa sidaa kulahaa. Markaasu wuxuu ku yidhi shaydaanku ma waaye boosto kaleoo uu warqadda ku dirsado, aduu boostaala kaa dhigtay. Soo ma shaydaanka boostadiisi baa tay ordi dhaaf, waxbaa iisoo sheegay. Saasaa la doonaya. Lisaankaaga waa inaad ka ilaalisa aafaadkiisa. Waxaa ka mid a ifshaau sirri, wixii lagugu siraystay inaada sheegin waa ifaafinin. Qofku hadduu ku yidhahdo waxaan waa sir wey, uxifdi adigu ha ka sheegin. Soo waa sir kumuu dhihinaa, asagu ha iska faafiya, laakiin adigu waxba ha ka faafin. Wuxuu rasuulku leeyahay sal allahu calayhi wasalam, idaa taxadatha arrajulu, ninku hadduu kuu sheekeeyo bilxadiidi sheeko, uma iltafata, uu dhinacyaha iska fiiriyo, fahiya amaanatu, waa amaana, iska ilaali. Markuu kuu sheegaya hadduu labada dhinac fiiriyo uu yidhi hadal baan kuu sheegaya, gacanta ku qabta, xagguu kula tegay, xaggii xagguu iska fiiriyey, soo ma wuxuu waa amaanaha ka sheegin wey, wuu cabsanayaaba. Soo maarta in laga maqluu ka yaabaya, marka adigu ha ka sheegin wey. Abu daawuud baa xadiidka warinaya, sunankiisa ku warinaya. Qofka muslimka ah waxaa la doonayaa inuu sirta xifdiyo, oo qofka walaalkiisa kale muslimka ah una sirta ka faafini wey. Waad ogtihiin xadiidta waxaa ku soo aroortay Amiirul Mu'miniin Cumar bin Khadaab,
gabadhiisa xafsa markay noqotay ninkeedii baa dhintay garoob bay noqotay iyo wuxuu u bandhigaysa abubakar abubakarow gabadheeda xabsaan kuu guurinaya haddaad rabto shibuu ka yidhi abubakar jawaab uma celin hayana ma dhihin mayana ma dhihin aad baan ugu xumaaday buu sayid cusmaan buu haddana u bandhigay waan ka soo fiirsanayaa buuri sayid cusmaan maalmo markuu joogo kadib uu u yimid oo wuxuu yidhi hadda yacni waxaan go'aansaday hadda waqtigan inaana guursan karin okay sayid cusmaan marka wuuba u jawaabay marka horena waan ka soo fiirsan buu yidhi marka dambena wuu u jawaabay soo maaha laakiin sida abubakar shib buu ka yahay waan rabaana ma dhihin mayana ma dhihin si abubakar maa iigu darnaa buu yidhi aamuska uu aamusan yahay gabadhaydi waan ku ikraama waan ku siinayaa maan ku yidhi markaasuuna jawaabiiso celin maalmo markay ka soo wareegda nabiga gabadhii soo doona calayhi salaatu xabsa bint cumar zawjada nabiga maya calayhi salaatu nabigaa buyidhi gabadhii waan rabaa waa lagu nikax mar alla markiiu nabigu gabadhii soo warsaday ee gabadhii la siiyey ayuu si abubakar u yimid cumar cumarow markaad gabadha xabsa ii soo bandhigtay inaad waad ii carar uun kula hadli waaye jawaab kuu celin waaye waad ii xumaataan u malaynay waxaan kugu xumaan waaye buu dee wax jawaabood ii celisay uma lahe waxa igu kallifay ma taqaana uun kugu jawaabi waaye gabadha waxaan ogaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sheegay uu ii sheegay wuxuu yidhi gabadhaasaan rabaa xabsa se abubakar dee ummadankii u khayr badnaabuu ahaaye wuu ku siraystay rasuulka wuxuu yidhi xabsaan doonaya inaan cumar warsado marka waxaan diidayay buu yidhi inaan sirta nabiga sheego unkuu idhahdo war gabadha nabigaa doonaya ninna ma ku siyaha dhihina shib ahow inaan haddaan idhaahdo sirta nabiga inaan faafiyaan ka cabsanay haddaan mar bas weeye gabadha ku idhaahdana waxaan ka yaabay rasuulku inuu gabadha ka baxo hadduu ka noqdo uu yidhahdo waa iga bas inaan ku warsadaan rabay marka waxaan kuugu jawaaban garan waaye buu yidhi ya haddaan sheegana sirta nabiga inaan sheegaan diiday maya gabadhii waa iga basna waan dhihi waayo hadduu rasuulku ka baxo gabadha sayid cumar uu dhalay inaan daayo ma rabi inaan anugu warsadaan doonayo saasaa igu kalliftay buri aamuska sirta say u xifidanayaan fiil xataa kumuu siraysana war gabadha rasuulkaa sheegayay aamusna xataa sir uma dhihin inuu rasuulka sirtiisu sheegu diidaya calayhi salaatu wasalaam sirta inaad xifdiso ku dadaasha carabka lisaanka aafaadkiisa waxaa ka mid a qofku inuu iska xifdiyo la doonayo shahaadatu zuur markhaati been awar wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idiin sheegaa dembiga ka ugu weyn saddex goor buu ku celiyey alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir qaaluu waxay idhahdeen balaa yaa rasuul allah noo sheeg rasuulka ilaahay qaala wuxuu nabigu alishraaku billah ilaahay oo loo sharigiyeeno gaalnimo wacuquuqul waalideyn labadii waalid oo caaq lagu noqo labadaas sifo markuu sheegay wajalasa nabigu wuu soo fadhiistay wa kaana mutakian saasuu u jiifay wuu soo fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuur iyo markhaati been ah alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur ilaa aan rasuulka dhihi calayhi salaatu wasalaam waan ogaanay markhaati beenaaluhu waan ogaanay inuu wax xun yahay mar un rasuulka muu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam wuu ku celcelinya nabigu markhaati been ah shahaadatu zuur waxaada ogeyn inaad ka markhaati kacdoo been ah xadiidka muslim bukhaari baa warinay cibaaduraxmaan ilaahay markuu tilmaamayay sifaatka ilaahay uu ku tilmaamay waxaa ka mid a waladiina laa yashhaduuna zuur waa kuwa aan beenta ka markhaati kicin addoommaha ilaahay ee wan wanaagsan wey sifaatka wanaagsan baa la rabaa inaad ku dadaasho lisaankaaga inaad ka ilaalisaa la doonaya aafaadkiisa waxaa ka mid a alqadaf inaad dadka qadafto qadafku waa maxay waa cayda xun wey cay xun inaad qofka tiraahdo qadaf dembi bay kuu keenay yacni xad baa lagugu yeelanayaa qofka wax ku cafinayana ma jiro ilaahay wuxuu leeyahy ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi dunyaa waalaakhirati walahum cadaabun cadiim ina aladiina kuwa yarmuuna almuxsanaat gabdhaha dhowrsoon wax ka sheegayay gabadh dhowrsoon oon xumaanba lahayn alghaafilaat xumaantaba hilmaansan oo weligeed xumaan arag iyo xumaan ku sheegaya qadaf waxaa la yidhahdaa qofka zina lagu sheego zaani baa tahay la yidhahda kuwa gabdhaha wan wanaagsan qadfayo ee mu'minaadka ragga wan wanaagsan oo dhowrsoonna waa la mid kuwa qadfayo xumaanta ku sheegayo lucinuu fi dunyaa waalaakhira adduun iyo aakharaba waa la lacnaday baa ilaahay lacnad baa ku dhacday kuwaas walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiim
عذاب آد وين بيليهم بإله إليه. رسولك وحليه صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه قف مؤمن قفك كشيغ ما ليس فيه وحسن هين أسكنه الله ردقة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قف مؤمن دم بأسل هين وحمان قفك كشيغ إلهي وحو قليا وكور بنيا ردقة الخبال ومحي وأهل النار كعرم كوضوة ذلك أهل النار كأمرك إلى عذاب والسقد إي عرم ككبح يكتاس إلهي ورابنا يا إله الدم بقاس كبح ومانا كبح يا ولي بس. إمام أحمد بحديد كسمن كيسا كوريني ذلك يعني قدف كسمين أي وقف كالزنادة كشي يغي وهب الوح حمان لو قف وزاني كان واساس أرني شرعك إسلام كوحكو واجبنا يا سيديتا كرباشين لغو رفته إلا أوقفك كعفية ميان سديتا كرباش إن لقوك نفتا يسرعي كو واجبنا وح مرخاتي أهو تقلي سنة مالي مرخاتنا ما قال قفكاس لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كو ددك وان وناكسن حمانتا كو شيغي الزندة كو شيغي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفر قف ومرخانين ومرخاتين أنكيرين قف كانوا حمام بصمين مرخاتين ومهي فجلدوهم 80 جلدة سيديتا كرباش كون نفتا إلهي ولا تقبلوا لهم شهادة وح مرخاتين أنا كأقبلين أبدا ولين مرخاتين ما قالك أصلا فاسق بالنقضي حد أسانا لقوه فينا قف كانوا كعفية مياني سيديتا كرباش بالوقوة كون نفتا هذا الكم فدود ولا إسكورنا يوح فدود ما هو وحكم إذا آفد اللسان كأوليه إن العرب كإلى لسلدون أيه اليمين الكاذبة نار تبنتا وحبال لقوة الدين أيه حكم بال وحبال لقفسنا أيه مركز نار بينك ونارنا أيه وعرسول كله صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قف كي نارته قف مسلما مال كيس كل نارته بغير حقه وحبا يسكو قبصدين بركاسو نار بينكو نارت لقي الله وهو عليه غضبان إلهي وحو قيامها لكل ميا إلهي وعريس إلهي وكو عريس بالبهر كينيا لقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. كو نارنا عهدك إلهي ثمنا قليلا كو قادني إلهي نارتيسي مقعي إلهي بي وحي كو قادني يعني وحير نار بينو نارني وكو آخر عن نصيب كلهم بي إلهي والعذاب يكواس. وحو رسول كله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وحو كله يا من اقتدع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ننكي قف مسلمة حقي سقاته نار بين أنا كو قاته ونارتي waxba isku qabsadeen qofkii xaq qalaha marqaati keen bal marqaati buu waay ki kala been ku dhaartay markaas la xukumo faqad awjaba allahu lahu nar ilahi nar buu waajibiyo wa harama alayhi aljanna jannana ilahi wa ka harimay dadki majliska fadhiyey nin kamida wuxuu yiri ya rasuul allah wa in kana shay'an yasiiran wax yar ba hanuqdee haduu been ugu dhaartay nar baa waajibays qala wuxuu nabigu wa in qadiban min araq laan caday abaha noqdo rumaygan cadayga lagu cadaydaba ha noqdee haduu been ugu dhaartay naar baa ilaahay waajibinay wax fudud ma hawlale. intee dad ay qaadanayaan dad kale xuquuq ay leeyihiin dhulkoodii bay qaadanayaan guryahoodii bay qaadanayaan wax uu maalkiisa dhan buu qaadanayaa bigayr xaq buu ku qaadanayaa tee naar unbaa u diyaar asaguna waa inaan ilaahay ka cabsanno walaalayaal lisaankeennan xibinkan waa inaan ilaalino carabkeenna waxa ka soo baxaya waa inaan ilaalino. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhibaatada uu leeyahay iyo carabkan sida uu culus yahay weeye waxa uu uga digayo carabku nabigu sidaa u qabanaya kufa calayka haada war carabka iska qabo lisaankaaga qabo iska ilaali buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. dadka waxa ugu khayrka badan qofka afkiisu hadalkiisa uu gaaban yahay hadalkiisa uu xadidan yahay wixii wanaagaho la weydiiyo buu ka jawaabayaa waxa kaleeto qofka iska hadla un maaha dadka ugu fiican waa qofka hadalka yar waay qofka hadalka badan dembi kama nabadgelaya marnaba lisaankeenna aan ilaalino walaalay
إلهي أنك بقنا سبحانه وتعالى واجب أن نسارن مسؤولية أن نسارن وحن كهذا لا ينورن ووح إلهي نقول حسابين دون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وح الله واحد كهذا شر رقيب عتيد باقري برقيامنا والقصهر نجيا جنة وح لجوب قالوا وح أجو خير كبدنا وتقوى إلهي إيه حسن الخلق وح النار تلجوب قالوا وح أجو بدنا واللسان كأي فرج جو لسان كأن أن إلالنا إلهينا أنك بغنا ذكرك إلهي ضاعل إلهي أنكو جدنا حين كان إلهي نقول نعمينا إلهي نعمتي سأنكو جدنا إلهينا أنكو شكرنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.